صباح الخير، كيف حالكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا كويسين. طيب اليوم ان شاء الله رايحة عند صاحبتي الظهر، فقررت اسوي لها سينمون رولز. طريقة خلود عولجي راح ارفق لكم هي في صندوق الوصف تحت الفيديو. من زمان نفسي اجربها. عادة انا معتمدة طريقة ايزي بيكري اللي هي شادن، بس انه قررت اليوم اسوي طريقة خلود لانه مت عليها مو طبيعي ما شاء الله. فزي ما انتم شايفين هنا اشتريت القرع، طبعا ما لقيت القرع معلب، دورت عليه مرة كتير. انا اتوقع انه موجود في لولو هايبر ماركت، واكيد كمان موجود في الدانوب جهة المستورد وزي كذا، بس ما قدرت اروح دول السوبر ماركتين. رحت التميمي، رحت المزرعة، رحت باندا، كارفور، كلها ما هي موجودة. فخلاص قررت اني انا اشتري القرع زي ما انتم شايفين هنا العادي، وانا بنفسي عملت له ستيمينج تبخير بجهاز الاكل حق تاليا وحق لارا القديم، حق الاطفال، الجهاز اللي يعمل تبخير وطحن للاكل، وهذا هو اللي طلع معايا البيوري حق القرع، يخلي العجينه هشه بزياده بس انه نكهته ما تكون واضحه اصلا، لانه البامبكن اصلا من الاشياء اللي مره نكهتها خفيفه. بسرعه ابى اجهز العجينه على السريع قبل ما تاليا تصحى من القيلوله عشان تنفش، وبسرعه اصورها ألفلفها وزي كده وادخلها الفرن واروح عند صاحبتي ان شاء الله. مكوناتها مره بسيطه. هنا عندي الزبده راح احطها اخر حاجه، زبده بحراره الغرفه. هنا عندي كوب حليب مع ملعقه صغيره خميره، وهنا عندي 3 أكواب ونص دقيق، وعندي كوب قرع. طبعا تقدروا تستعملوا مسلوق او مشوي في الفرن ومطحون، اي حاجه تبغوها. بس هذه المكونات مره سهله. هحط الدقيق اول حاجه، 3 أكواب ونص زي ما قلت لكم. هنا حليب الدافي، ملعقتين كبيرة سكر، وملعقة صغيرة خميرة. شوفوا العجينة كيف لونها أورنج. أوبس، مرة ثقيلة. المهم آخر خطوة راح أضيف الزبدة، بس زي ما أنتم شايفين كيف مقسمتها، هذا أصبع زبدة كامل، فراح أحطه بس بالدور، يعني أحطه أستناه يتلخبط وأحطه أستناه يتلخبط، وتكون طبعا شغالة لسه بالدور، وبس أخليها تتخمر نص ساعة ساعة كذا ألين ما تنفش تتضاعف حجمها. مرة ما شاء الله لينة. فخلاص الحين حخليها تتخمر تقريبا نص ساعة ساعة لين ما ينفش حجمها. هذه هي حشوة السينمون، شايفين هنا، هذا طبعا ما هو شعر. هذه القرفة لما نطحنوها يطلع فيها زي شايفين زي الخطوط كده بعضها، حقت الخشب نفسه حق القرفة. المهم نسيت اني اصفيه، مو مشكلة، مو ضروري انكم تصفوه. هنا في نص اصبع زبدة، كوب الا ربع سكر بني، زائد ملعقتين كبيرة قرفة. حلخبطه مرة كويس وخلاص يكون عندنا الحشوة جاهزة. حطيته في صحن أكبر، أنا ماني عارفة كيف حسبت إني راح أقدر أقلبه في الصحن الصغير. فشايفين أنا عادة أشوفهم يلخبطوه مع بعض، أو إنهم يحطوا الزبدة بعدها يرشوا السكر والقرفة، بس حبيت إني هذه المرة ألخبطه إن شاء الله، بس إني ما أندم بعدين، لأني أفتكر في مرة سويتها زي كده وندمت، ما هو راضي إنه يتفرد معايا. بس دحين حاشوف، حخليه قوامه شوية سائل، حتى لو احتاج شوية زبدة زيادة راح أزود. ما أحسه بيتلخبط، ما أحسه بيصير بيست. يعني عادة أشوف الأجانب لما يعملوا سينمون رولز يكون مرة فردهم خفيف، يعني نفس الحشوة تكون مرة خفيفة سائلية. شوفوا هنا كيف قوام السكر، طبعا أضفت له زبدة زيادة، أضفت كمان ملعقتين كبيرة كريمة خفق عشان يصير كده كريمي، يعني حيكون مرة أسهل في الفرد. هنا عندي الطبقة البيضاء اللي راح تنحط فوق السينمون رولز، حطيت فيها 180 جبن كريمي. أنا طبعا أشوف اللي عاملين عليه عروض وزي كده هو اللي أخده، سواء في فيلادلفيا أو بوك أي حاجة. فهنا حطيت 180 جرام تقريبا، العلبة الصغيرة، أصغر علبة من الكريم تشيز. سكر بودرة طبعا أهم مكون، نص كوب، ملعقة صغيرة فانيلا، وملعقتين كبيرة حليب، وراح ألخبطه كويس وأحطه في الثلاجة ألين ما يستوي معايا السينمون رولز. طيب هذا آخر حاجة الحمد لله، خلاص أصلا قربت تعدي نص ساعة وأنا بجهز دي الأشياء. فهنا عندي نص كوب بيكان، ملعقتين كبيرة زبدة، ربع كوب كريمة خفق، سكر بني نص كوب، فانيلا ملعقة صغيرة، وملح رشة، ملعقة كبيرة موية. فدحين حاسيبه كده على النار ألين ما يتكرمل معايا. طبعا السكر البني رطب عشان كده لما يدوب يقوم يتكرمل. شوفوا كيف على طول أتحول لكراميل، فهخليه شوية وخلاص حيكون جاهز، بس انتبهوا العين حرق. جهزت كل حاجة هنا وخلاص حبدأ أفردها دحين. هنا جهزت الصينيتين اللي راح أحطهم فيها، لأني أتوقع إني راح يصير كمية كبيرة، فالصينيتين هذه تعتبر متوسطة ما هي مرة صغيرة، فحاسيب هنا لزوجي وهذا هاخده معايا إن شاء الله.
الحشوة ما شاء الله مرة مظبوطة كريمية كده وتنفرد بسهولة. شوف عشان قطعت الأطراف فأحسها صارت مرة مستقيمة كويس. حطيت علامات أول شيء. أول حاجة من نص العجين أحط خط، بعدين أبدأ كل نص أنصصه، يعني النص اللي على اليمين أحط له خط والنص اللي على اليسار أحط له خط، يعني تبدأ تنصصه عشان يصير عندكم قطع متساوية في الطول. من هنا كمان طبعا مرة طويلة فراح أقطعها برضو من النص. خلصت هنا السينامون رولز، حطيت فوقه كريمة خفق، دخلته هنا دحين في الفرن. حطيته طبعا مو مشغل الفرن بس عشان يتخمر وينفش، يعني تقريبا حاسيبه ساعة ممكن كده. فشايفين ما شاء الله عبالي الصينيتين، زائد طبعا دي عملتها اسرع شيء في الحياة، خلاص مرة تعبت وأبروح ارتاح شوية واتجهز وزي كده، بس هذه قررت اني احطها في الفريزر اخبزها مثلا لما اشتهي سينامون رولز بعدين، يعني تقعد عادي في الفريزر ما يصير لها ولا حاجة، هحطها زي ما هي بعدين اشيلها كده بعد ما خلاص تتلج واحطها في اكياس. مرة ما شاء الله مشهية بشكل مو طبيعي. ألين ما تستوي السينمون رولز طلعت اتمكيشت وخلصت، يصير خلاص بس حصورها ان شاء الله واخرج. مرة ما شاء الله منفوشة تجنن، العجينة تحسوها شوية مصفرة عشان القرع. فيلا دحين حافرد عليها الكريم تشيز، واخر حاجة هحط عليها كراميل البيكان. انا مشتهية سينمون رولز من اسبوعين، وشكله عشان موسم الخريف فيقوم الاجانب بيعملوا سينمون رولز كتير، كل الانستغرام والتيك توك كله سينمون رولز. خليني احط عليه الكريمة واصور الريل واشوفكم على خير. مرة هشة، شايفين العجينة قطنة، بس كأني اتحمست وزودت الكريمة البيضة شوية زيادة. وتاني حاجة حطوها وهي حارة عشان تفرد معاكم بس، فهذه الخطوة بصراحة تأخرت فيها عشان كنت قاعدة أصور وبس. والله بسرعة أبغى أتغدى وأنظف معاكم التلاجة، التلاجة حقتي تبكي. تخيلوا من تقريبا شهرين أنا بنظفها، شهرين مستوعبين، أبغى أرتبها أنظفها. اليوم ما في طبيخ إن شاء الله فحيكون بس ترتيب. شوفوا كيف كل الأسطح مكبكب عليها أشياء. راح أمسحها دحين بالمحلول الخل اللي عملته معاكم. بصراحة الغسيل من الأشياء اللي مو دائما أعملها إلا لو كان مرة وسخ. هذه كل الأغراض اللي عندي في الثلاجة. هنا كمان في أكل زايد، فهذا إدام حنحمي اليوم وحناكله عشان كمان راح أطبخ. الفول والعدس عادة لما نجيبه عادي يقعد في الثلاجة كم يوم، 5 أيام ما يصير له أي حاجة. فعادي حنفطره إن شاء الله اليومين الجاية. وهنا اللي كان فيه الأدراج، هنا عندنا الجزر جوة الموية، وهنا حاطة الورقيات في دي العلب المقسمة. فهذه العلب نظيفة لأني أنا دائما أغسلها. وهنا كيس الخيار، هذه هي الخيارتين اللي بقيت. أبغى أشوف الأشياء برضو، هذه أتوقع إنه هذا البستو خربان. شوفوا لارا ايش عملت، فجأة تقولي غمضي عينك اوريكي ايش عملت. ايش هذا يا لارا؟ هذا هارت جل. هذه اللعبة اللي وريتكم هي المرة اللي فاتت، مرة ما شاء الله عجبتها وشايفين اشترينا لها كمية اكبر برضو من نون، فهي دوبها عملت هذا الهارت. حتى الارفف اللي على باب الثلاجة شايفين ما فيها مرة وساخة كتير، عادة ما احط فيها اشياء كتير اصلا، فشايفين خلاص نظيف، بس حامسحه على الخفيف وخلاص. كده الثلاجة تلق، نظفت عمبرة كويس الحمد لله. قبل ما أبدأ أرص بأوريكم هذه البقعة الصفرة، شايفين كفلت الثلاجة، ورح أحكيكم عن البقعة الصفرة اللي في سطح الثلاجة. من أنا صغيرة أفتكر ماما تبخر الثلاجة وكل الناس يبخروها، يعني مو بس ماما، فقلت خليني أبخر الثلاجة وحطيت البخور وريحتها طبعا صارت مرة حلوة وكل حاجة بالمستكة. طبعا ما استوعبت إنها هي انحرقت من فوق، فبصراحة بطلت إن أنا أبخرها، قلت خلاص مو لازم، يعني ما هو حاجة ضرورية. تبخير بالمستكة يخلي ريحة الثلاجة تجنن، بس من يوم ما شفت الحرق مرة انقهرت عليه، حسيت كده إنه شوه الثلاجة حقتي. حتى ده نظيف، حمسحه على الخفيف وأحط فيه الأجبان، الأجبان، القشطة، الزبدة،
هنا برضو عندي هذا، فخرج البستو انا متاكده 100% انه خمج. اوه ريحته ريحته رهيبه. المهم هامسحه نفس الحاجه. حاجة الخيار تقريبا هو ده اللي باقي. هذه العلبة عادة نحط فيها الكيوي والخوخ، وإذا كان في يوسف وفندي وكذا أشياء صغيرة. لارا يصير بس تفتحها وتأخذ اللي تبغاه. طبعا ممكن أغسله بس إنه خلاص عادي حمسحه، بالذات إنه الفواكه اللي راح أحطها فيه ما هي نظيفة، ما هغسلها لأنها راح تخمج علي. برضو أحط فيه طماطم بعض الأحيان. لا ليش عملتي هنا؟ سويتي ستار. سويتي نجمة؟ نجمة. يلا كسري فقرتها المفضلة، تسوي أشكال وتكسرها وتناديني تعالي شوفيني أنا أكسره. هنا عندي صلصة طماطم زي ما قلت لكم اول ما صورت لكم فلوج، برضو انا بنظف الثلاجة، قلت لكم احب ان يكون عندي صلصة طماطم جاهزة كذا افرزنها او اخليها في الثلاجة. هذه عملتها الاسبوع اللي فات وحطيت على الوجه زيت زيتون عشان ما تخرب علي، وعملت اثنين، واحد منهم خلصته وبقي ذا الثاني فيها تقريبا 20-30 حبة طماطم، فيعني مسبكة طماطم مرة كثير لين ما نشفت مويته وخلاص حطيته هنا. فالحين راح اوريكم ايش حاسوي فيه، حطه في الفريزر. بس قبل ما احطه في الفريزر شفت حركة في التيك توك وبسوي زيها، حيجمد ده كله وحيكون صعب ان انا اخرج منه. هذه هي الحركة، صينية الكب كيك وتحط جوته الطماطم، بعدها يصير عندها قوالب من الصوص وتستعمله خلاص. عجبتني مرة الفكرة فيلا دحين نسويها. هي حطت اوراق سيليكون بس انا راح احط اوراق عادية. سبكته على النار تقريبا ساعة، ما حطيت معاه لا بصل ولا ثوم ولا بهارات ولا اي حاجه، بس سبكت الطماطم لحالها. احطها في الادامات، في الصواني، في المكرونه، على الفريزر. المغرب قرب والحمد لله خلصت الثلاجه اخيرا. الثلاجه مره مرتبه خلاص. هنا حاطه كل الاكل الزايد. هنا عامله سليق للبنات يقعد في الثلاجه كده تقريبا 5 ايام 4 ايام، ما يسد ولا حاجة، اجلس احميلها منه كل يوم تقريبا. اهم شيء البيتزا نسيت ادخلها، بس برضه دحين راح نحميها وناكلها. دحين بما انه عدت 24 ساعة فحشوف ايش صار فيه. شايفين؟ خلص اتجمد. اوكي. بكل سهولة يتفك الورق، حبيته مرة، شايفين كيف؟ هنا عندي كيس ايكيا حطها. مرة حبيت الحركة، يعني هذا تقريبا حق 7 طبخات، شايفين؟ المدورة الواحدة اتوقع فيه 3 طماطمات، حتى لو اخرج مثلا واحد واعمل بيه بيتزا بس اضيف عليه بهارات البيتزا، شوية كاتشب، صلصة طماطم، اطلع مرة رهيب. كده وصلنا لنهاية فلوج اليوم، ان شاء الله يكون الفلوج عجبكم، إذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا في القناة إذا ما انتم مشتركين، اكتبوا لي آرائكم في التعليقات بليز، وطبعا زي ما شفتوا في بداية الفيديو صار عندي سناب شات جديد لسه دوبه كم يوم لي، فراح ارفق لكم رابطه في صندوق الوصف تحت الفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله.